السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وما يكون خاصكم حتى شي خير إن شاء الله يا سيدي ربي. وكنتمنى أن الأيام القليلة اللي بقاتنا من رمضان أن تكون مغفرة وتكون عتق من النار يا سيدي ربي، والله سبحانه وتعالى يقبل صلاتنا ويقبل صيامنا ويغفر ذنوبنا يا سيدي ربي وذنوب جميع أمة محمد يا سيدي ربي الحبيب. كنتمنى أن الفيديو أنكم كما تنقول لكم الناس اللي عندهم كما تنقولوا عندهم حب الحلويات وعندهم علاقه مع الجديد ديال الحلويات انهم يدخلوا ويشوفوا هذا الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالهم. اليوم جبت لكم الجديد ديال ارابيسك. كما كتعرفوا ليمول ديال ارابيسك هاد الشكل اللي خرج جديد، خرج فيه مكتوبه فيه عيد سعيد وفيه زفاف مبروك، وكاين فيه الاخر اللي منقوش عادي. المهم غادي نشوفوه، غادي نحلو وتشوفوه وتشوفوا الشكل ديالو كي داير. ونذكر لكم حتى الثمن ديالو كي داير، الثمن اللي كاين حاليا في السوق. بالنسبه لهذا انتم كما كتشوفوا هذا هانتوما يعني حليتو من البلاستيكه ديالو. ها هو هاد المول الارابيسك، بزاف الناس كيسولو تيقول لي كيفاش كيتخدم وكيفاش كيكون الشكل ديالو. هو ساهل ساهل بزاف. هذا هو المول اللي كتخدمي به، ساهل وكيبان الصابلي ديالك من اروع ما يكون. كاين بزاف الناس يكونوا كيصحابهم واش ملي كيشوفوا الصابلي مقاد به كيصحابهم واش كيكون صعيب في الخدمه اولا كيكون الثمن ديالو غالي داك الصابلي، ولكن لا بالعكس، الا كان عندك هاد المول غتخدمي الصابلي ديالك من اروع ما يكون وغيطيح لك بثمن كما تنقولوا مناسب، وتخدمي بيدك وساهل، ما فيش شي كما تنقولوا شي حاجه شي صعوبه. راني غنشرح معكم لانني انا خدمت به في البيت ديالي والحمد لله جا زوين، وغنشرح لكم كيفاش خدمت به. المهم المول ارابيسك كما كتشوفوا ها هو الميزه اللي فيه هذا زوين هي هذه، عنده حرشه ما عندوش كتكون ملساء اولا، لا حرشه انتم كيبان لكم هاد الفراغات شفتوا. وكاينه هاد البلاستيكه هذه هي اللي كتكون هكا من الفوق عليه، اللي كنبغيو نديرو الطبقه الاخرى ديال الشوكولا هي. هذا كما كتشوفوا ها هو فيه شوما شو هذا فيه زفاف سعيد شوما. اي اخت عندها خطوبه عندها عرس عندها شي حاجه وبغات تقاد صابلي ديالها بوحدها، راه ساهل تاخذو، راه ما غاديش يكلفها شي حاجه بزاف، وراه غادي يجيها صابلي من اروع ما يكون. وكاين هذا الشكل الاخر تاهو اللي فيه هذا نتوما كما كتشوفوا، راه هذا حرش في الشكل ديالو، الحرش تاعو كيكون زوين هما. كما قلت لكم هادو اللي خرجوا هاد العام هذا الثمن ديالهم راه مناسب. بحال بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 30 درهم، انا حاليا كنبيعهم ب 30 درهم لان دابا هادو يلاه خارجين. المهم الثمن ديالهم اللي كاين دابا في السوق نتوما شفتو، حلو نشوفو. بالنسبه لهذا المول هذا بزاف الناس كيكونوا كيتخوفوا منه، كتقول لك لا راه ما عرفتش كيفاش نخدمه ولا ما عرفتش، لا راه هو من اسهل ما يكون. كتاخذ الشوكولاط ديالك اللي كتكوني باغي تخدمي به، وغالبا كيتخدم بجوج الوان، بالشوكولاط الاسود والشوكولاط الابيض.
غير كتبقى انت واش بغيتي ديري هاد الاول هو اللي كيكون بيض اولا كيكون الفوقاني. كتاخدي الشوكولاته ديالك كتذوبيه في حمام مريم، ملي كتذوبيه كتشدي واحد المعلقه وكتبدي كتحطي بشي طبله تكون مقاده، كتبدا كتخوي في هاد المربعات بشوي بشوي، كتجيبي واحد السكين ولا واحد السطاطوله وكتبغي كدوزي عليها بحال هكا كما تنقولوا كتسرحي، كتسرحي مزيان هذاك الشوكولات ما كيبقاش باقي. المهم كتسرحي كتخلي هاد الفراغات هما اللي كيعمروا، صافي ملي كيعمروا هاد الفراغات صافي كتسرحي مزيان، كتجيبي واحد شوي ديال ورق دوك المناديل ديال المطبخ وكتمسحي هاد الجناب كتنقيهم مزيان، اولا الا كنتي عاوتاني تخدمي بداك السطاطول اولا بالموس راه كتنقيه مزيان ما كيبقى فيه والو. صافي ملي كتخططي واحد شوي كما تنقولوا كيشد راسو واحد شويه تيبرد واحد شويه، كتجيبي هاد الغطاء هذا هكذا وكتلصقيه، ما تخافي منه حتى شي حاجه، غتلصقيه غيجي مقاد وغيجي مزيان وغتقلبي عادي، ما تقولش لا راه باغي يخسر ليا ولا، كتلصقيه بحال ما هكذا كما شتي. ملي كتلصقيه كتكوني اللون الاخر ديال الشوكولات اللي انت بغيتي تحطيه من الفوق، مثلا درتي لتحت اسود غدير الفوق ابيض، كتجيبي داك الشوكولاته ديالك الاخر الابيض وكتشدي ملي كتكوني هذا صافي سديتيهم هذا تزيرتيهم مزيان وسديتيهم انت راه كيتسدوا كيتغطي عليهم هكا مزيان، ها هو تتشد كما تنقولوا البلاصه ديالها صافي كتحطها، ولكن كتكون طبله كتكون كما تنقولوا مقاده فوق الكونطوار ديال الطبله او البوطاجير كتقاديها هكذا صافي، كتجيبي داك الشوكولا كتخوي بمعلقه هكا شوي شوي كتعمري هاد المربعات صافي، كتحطيه كتخلي حتى يشد راسو واحد شويه وكتدخليه للثلاجه. غير هو نصيحه كتجربه لانني انا حتى مره كندير هكا شي كما تنقولوا مقتطفات في البيت ديالي ديال الحلويات كتجربه، انك ما تخويش فيه الشوكولا وتخويه في نفس مثلا ديك الساعه اولا، على الاقل خليه واحد ثلاثه السوايع على الاقل حتى داك الشوكولات انه يشد راسو مزيان، داك الشوكولات يرجع كيما كان في الاول يولي كيما تنقولوا واقف يولي شاد راسو صافي، ديك الساعه غتجي غيكون ساهل غتحلي هذا بحال ما هكا صافي. ملي كتكوني كتقلبي راه ملي كيتقلب كيعطيك هذا الرشمه الفوق والشوكولات لتحت كيكون الابيض، وهذا راه كيكون الفوق منقوش هو اللي كيعطي داك الشكل ديال الارابيسك. غنحط معكم شي تصويرات غتشوفوهم، هو اللي كيعطيك هذاك الشكل ديال الارابيسك وتيبان في الشكل ديالو زوين، كاين لا في هذا ولا في هذا. بزاف الناس صراحه لا كيتخوفوا منه كيبغيو يخدموا كتقول لك لا راه خفت منه راه هذا، لا بالعكس ساهل ساهل بزاف وكيبان صابلي بريستيج كيبان الصابلي ديالو راقي، وكاين بزاف الناس والله الا شنو نقول لكم انا بحكم التجربه مع الكليان الا تيقولوا لي انهم صابوا لهم اولا باعوا لهم بثمن باهظ ثمن غالي بزاف، لان الناس تيكونوا كيجيهم داك الشيء بزاف انه بحال شي حاجه كثيره وشي حاجه كبيره بزاف، ولكن هو راه حتى حاجه الحمد لله ما واعر انسان الا بغى يتعلم شي حاجه راه يتقدى كما تنقولوا هكذا، ياخذ ليه سيليكون وياخذ الشوكولات وياخذ داك الشيء وراه غادي يدير تجربه في البيت ديالو وان شاء الله غادي يولي محترف في الحلويات، غادي يولي عاد يصاوب غير راسو كاع الا ما باش ياخذ الكوموندات يصاوب غير راسو ويحس بانه صاوب شي حاجه كما تنقولوا زوينه وكيبغاها هو. اما بالنسبه لهذا هذا هو الاول، هذا هو كما كتشوفوا هذا هو الارابيسك اللي كان الاول، وهذا باقي لحد الان عندي كليان تيسولوا عليه، هذا راه زايد شويه في الثمن على هذا، هذا كما قلت لكم راه كيدير 30 درهم، هذا كيدير 60 درهم. دابا كما تنقولوا كل حاجه باينه كل حاجه وثمنها، هذا كيدير 60 درهم، وهذا كاينين دابا كليانات انا عندي حلويات كيطلبوا ليا بزاف تيقول لك لا جيبي لنا حنا هذا ولو انه زاد في الثمن حنا كنبغيو نخدموا به، هما بحال البلاستيك ديالهم بحال ماشي زعما كاين شي فرق، انتم غتشوفوا بحال غير كما كتعرفوا هذا الجوده، هذا شي حاجه كما تنقولوا الجوده شي حاجه هذا كما تنقولوا الاول، هانتوما كاع هما بحال كلهم حتى هذا، هانتوما حتى هذا الاول هذا شفتوه حتى هو راه كيتثنى، ها هو
كاع تيتناو كاع كلهم زوينين، غير هذا بوحدو، هذا بوحدو، هذا كما تنقولوا ماركه شويه زيد في الثمن، وهذاك ماركه ناقصه في الثمن، ولكن الحمد لله اللي بغى يقضي وبغى يخدم راه الحمد لله غادي يديباني بهذا اللي شويه الثمن تاعو ناقص ويقضي. ولكن بالنسبه للحلويات اللي كيخدموا لي كوموند بزاف وتيخدموا كما تنقولوا عندهم بزاف الخدمه، عندهم كما تنقولوا يومين يومين، كيبغوا ديما هما الماتارين يكون زيد في الثمن باش يخدم معاهم واحد المده، وهما اللي كيعرفوا كما تنقولوا كيخدموا كيعرفوا الحاجه اللي كتليق لهم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، هذا الشيء اللي شاركت معكم، هذا الشيء اللي كتب الله، كنتمنى ان المحتوى ديالي يعجبكم، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من تفعلوا الجرس وديروا لي ابوني وتشجعوني كما تنقول لكم، باش فين ما كان شي جديد نشاركه معكم، وفين ما كان شي حاجه نحطها لكم. وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.